الرحلة 204. بالحلقة الماضية وصل يوسف والفريق المغامر إلى هدفهم اللي هو أقصى نقطة للتسلق بجالي كرك، بعد مغامرة شيقة ومتعبة لاجتياز 10 مراحل ما بين صخور عالية وقاسية ولحظات كانت تقطع الأنفاس ومواقف شعر الفريق إنه وقع بورطة ما بين جبلين ما بيها اتصال ولا بيها أي خط للرجعة. رجع الفريق بفرحة الإنجاز ودعنا نهرة وصلاح بشغف جديد للمهمة القادمة بمغامرين آخرين وبمدن جديدة. لا 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 ومع شروق يوم جديد أكو مغامرة جديدة تنتظر يوسف وفريق الرحلة، وأسرار الطبيعة ما تخلص ما دام الشغف للاكتشاف مستمر. أحياناً تطلع من المسار بس بعدين لازم ترجع، وبكل رجعة وبعد كل محاولة أكو درس جديد. بالنسبة لسيارات هافال تندل دربها، من تطلع من المسار هي راح تنبهك أنك خارج المسار. يوسف تحب هذا الأوبشن لو لا غيب هاي الرحلة؟ هاي الخاصية الجديدة اللي ضايفتها هافال خاصية كلش حلوة، بتعطينا 3 أوبشنات أو 3 خصائص تحافظ على الأمان مالتك وعلى المسار، اللي هي أول شغلة أنه راح تحافظ السيارة على المسار بنص الخطوط اللي أنت تمشي بنصها، إذا انحرفت الخطوط أنت السيارة تنحرف وياها بدون أنت ما تلوف الاستيران، الاستيران هو يلوف من واحدة، إذا أنت غفيت أو سهيت أو أنه حاولت تصطدم شيء هو راح يعدل المسار مالتك. هسه فعلت خاصية مثبت السرعة الذكي ليقرأ الخط عندي الجانبي، اوكي حاطني بهذا المسار، انا راح اعوف الاستيرن ليقرأ عندي السيارة اللي طالعة، يطلع موتور يطلع لك موتور اللي قدام. اليوم متوجهين الى مصيف قلي شيرانة. قلي شيرانة هو من اجمل المصايف اللي تصير بمحافظة دهوك، تابع الناحية ديرالوك القضاء العمادية، يبعد تقريبا 90 كيلومتر عن مركز محافظة دهوك. هذا المصيف المعروف عنه انه مميزاته هو المياه الفيروزية النقية اللي تعتبر من انقى المياه الموجودة بمصايف العراق. بس احنا وصلنا لاخر مصيف اللي يصير بقلي شيرانة، اللي احنا راح نترك يم السيارات ونطلع نستكشف مسار الطريق، لأنه بعد ماكو أي مصايف ممكن نترك يوم السيارات. وصلنا لآخر مكان اللي هو مناسب للاصطياف والعوائل تنزل هنا يم هاي الكبرات، وهو هذا الحد النهائي لهذا المكان، بعد شوية يمشون وخلاص هاي تنتهي قلي شيرانة. بس احنا ما راح نوقف يوم هذا الحد، احنا راح نستكشف ونطب عمق على مود نشوف هذا المكان شنو ضامنه وشنو موجود به غير هاي الأماكن اللي موجودة. صراحة نلتقي كاكسي روان. هلا هلا اتحاد متسلقين كردستان. هلا كاك، شلونك؟ شلون صحة؟ شنو أخبارك؟ هلا يعتبر مصيف قلي شيرانة من المصايف اللي أنشئت حديثاً بمنطقة ديرالوك. المصيف من نقاط الجذب المهمة للسياحة بدهوك. بس يوسف، يعني المصيف معروف وإحنا نريد نستكشف أماكن ما مطروقة. مصيف قلي شيرانة الناس اللي تعرفها المياه الزرقاء والفيروزية اللي يروحون كبرات عليها أو يمشون تقريباً 400 متر ويا مجرى ماء ضيق على مود يوصلون المسبح، كلش حلو ومياه زرقاء. هذا هو بداية مصيف قلي شيرانة، احنا راح نحاول نوصل للمنبع مالته ونشوف شنو بيه من أسرار.
خلونا نشوف هسه بدايته شلون راح تكون والمنبع بعدين شلون راح يكون. يلا وبالفعل تركنا المصيف بظهرنا وبدينا ندخل بالعمق باتجاه الجليد عبر قناة مائية مبنية على سفح الجبل، فكانت وسيلتنا للمحطة القادمة من مغامرتنا بجلي شيرانة. هذه القناة المائية الصغيرة تقريبا عرضها متر، اللي احنا دا نمشي وياها على مود نوصل البركة مال مياه كبيرة. هذا المي هو ساحبي مناك على مود يغذي الأراضي الزراعية اللي يصير جوا بالطريق. فاحنا هسه راح نمشي تقريبا المسار طوله ربع ساعة مشي ويا الحافة، فالواحد لازم ياخذ حذره لان هسه انا لازم اكمل من هنا، هذا بعد ماكو طريق من هنا، اكو حافة لازم واحد ينج بيها او يمشي بنفس المجرى مال المي اذا ما عنده مشكلة ويا الملابس يتبلل. احنا اوكي هاي المرحلة لازم واحد يدنج بيها. واحد هيجي يا الله يلا اوكي الأمور طبيعية. أش مجبورة بتشمع نوب أوفيدا بوتشي لا مجبورة جيانا خو كيفها المطر سيدا هاك هاك سيروان هم بردوامين هطام شينا خو سارو كونيا. أوكي هاك مش مفتيح باشین درکت بو پیشوت بو پیشوت بو پیشوت بو یعنی استریع وصلنا الى البحيرة او المسبح شاي. حلو المكان عشت يوسف. وصلنا لحدنا هذا اخر شيء صح؟ هذا اخر شيء بالنسبه للسياح بس مو بالنسبه لنا. بالنسبه لنا وين روح اكيد يعني ايش قد باقي لنا بعد مسافه نمشيها؟ احنا ورانا تقريبا 5 كيلوات ونص مشي هايكينج ويا الجبل على مود نوصل للمنبع. تتوقع نشوف شيء احلى من اللي دا نشوفه هسه؟ يعني هذا المي اللي دا تشوفوه كلش حلو؟ لا هذا مو كلش حلو، لان اكو اماكن كلش احلى راح نشوفها لونها فيروزي اكثر لانه كلش بيور. هنا بدنا نشوف شويه اوساخ وبلاستيك مشمور، هناك كل شيء ماكو لانه السياح ما يوصلوا لهناك. نحاول اكتشاف طريق جديد حتى نغوص اكثر باعماق المكان. يلا جو جو جو. آثار ومخلفات بلاستيكية تبين محاولات سابقة لاختراق هذا الطريق. الحذاء هو عامل كلش مهم على مود أنت تقدر تكمل مسيرتك بدون التعرض لأي أذى أو أي خطر أو أي إصابة. أكو مواصفات معينة لازم تتوفر بكل حذاء خاصة بالهايكينج وبهيك حجر أنه يزحلق. الطرقة السفلية خلينا نقول أو النعل الأسفل أنه يكون بهذا الشكل، النتوء مالته أو الشكل مالته بتماسك ويا الحجر، يكون هنا بالمقدمة للأمام بالشعب للخلف على مود يتماسك قدر الإمكان على الصخر. تصفو تستند أوكي. الطرقة بالنص زين أنه تصير مرنة على مود تمتص الصدمات، أنت من توقع على الحجر او من تمشي على حصو انه هذا القوه او الضربه مع رجلك ما تنتقل للقدم او ما تاثر عليها. دائما الحذاء نختاره هذا المقدمه ينعكف بسهوله. اوكي هاي ما تكون كلش قويه تمام على مود انت رجلك تاخذ الشكل مالتها من تريد تصعد، هذا بالوجه يكون محمي على مود من تنضرب بصخرة من تريد توقع من تريد تلوف الثاني حتى راح أصعد. هسه هنا أنا واقف متماسك.
راح ابكي والله ما ينوصف والله. الاشجار هنا داعمه الخضرة يعني. احنا هسه عز الصيف والاشجار لونها اخضر. نجي هسه شنو سر لون هذا المي؟ ليش هو فيروزي على ازرق على اخضر على باهت مرات؟ هذا المي يتكون من مياه عيون نابعه من الجبل، اكو عيون طبيعيه وصافيه، واكو مياه عيون كبريتيه. ماده الكبريت اللي هي بنشوف ترسباتها على الحجر اللي هي الماده البيضه، نسبه معينه من عندها موجوده بهذا المي اللي دا تطغي على هذا الصخور ودا تسبب هذا اللون. ليش؟ لانه ما دا تتم طحالب هنا على الحجر، اللي دا يغطي الحجر فقط هو الماده البيضاء والترسبات الكبريتيه. الطريق صعب والعثور على مسار مناسب بين الصخور مو هين. ما عندنا خيار غير انه نلجا للجسور البدائيه حتى ننزل من منحدر لاخر او نعبر ما بين صخره واخرى. شوفوا من ضمن الشغلات المفيده هنا انه انتم تقطعون ورق عنب وتغسلوه. خوش. شو جدر دومه؟ تحدي الطريق كان كلش صعب، لانه احنا لازم نوصل للمنبع ونرجع تقريبا ساعة بالستة العصر لانه ينسد هذا المصيف. فكان اكو صراع مع الوقت وصراع مع الجبال وصراع مع الطبيعة عم احنا نروح ونرجع بنفس اليوم وبنفس الطاقة. من حسن حظنا صادفنا رجال كبير من سكان القرى اللي محيطه بوادي قل شيرانه، فاستوقفنا وسولفنا وياه واستفسرنا عن المناطق اللي تنتظرنا وشنو اكو محطات بعدها بالطريق. اسمي يوسف من بغداد، بدنا نجي نستكشف المكان. نعم. اسم بالخير؟ طيب ابراهيم. عمو من جاي؟ عبانا هالطريق وين وين ماكو ناس تجي من هنا. هو طريق قل شيرانه. اي. اكو قريه هنا لو شنو اكو؟ شيرانه. زين. بعدين زيوكا وبعدين كيريا وإكمولايا وردينيا فوركي. أقول هناك؟ إيه منطقة. هذا الطريق أنت دائما تروح وتجي من عنده؟ يعني من تروح للمدينة من هذا الطريق؟ إيه. لقاء مام طيب ضاف لنا معطيات جديدة. بنهاية الطريق راح نحظى بقرية ممكن تكون محطة استراحة للمبيت ليلاً وتجنب ضغط الوقت أو خطر العودة بالظلام، خاصة أنه الطريق اللي دا يسلك الفريق غير آمن تماماً. كيف يوسف؟ صوت طيارات فوقانا. بجزء من الرحلة مالتنا كانت أكو مناطق غير آمنة، كانت أكو طيارات فوقانا استطلاعية دا تصور الصوت مالتها سمعناه. فكرة القرية بقت معششة براسنا بحيث قررنا انه احنا اذا وصلنا القرية ممكن نبات بيها ونرجع ثاني يوم اذا ما لحقنا نرجع بنفس اليوم. هذا الموسم احنا ويانا تيم كامل من المغامرين وليس فقط اني. الكل بيتحدى، الكل لازم يوصل للنقطة اللي نريد نوصل لها. فالكل دا يغامر، الكل دا يخاطر، بس هم طبعا اصعب الوضعية عليهم لانه وياهم الكاميرات وياهم هاي المعدات. وانا دا احس بمعاناتهم. كلاوات ولا دا احس ولا محزنهم. بعد المسار طويل والطريق صعب، تعالوا منه. يوسف جزء من الفريق بالمقدمة وبعض من الفريق متأخر بسبب متطلبات التصوير. راح نوصل مرحلة لازم نفترق، وهذا الأمر يزيد من القلق والتوتر بسبب عدم وجود أي تواصل بين المجموعتين. مشرى المي ما تقدر تنزل يمه؟ إذا صعب عوفة عوفة. هذا المجرى ما نقدر نكمل منه أنا لأنه منحدر كلش قوي، فراح نحاول من هناك. هاي ثمرة البلوط
هاي اشجار البلوط مليان هنا. هدفنا كان انه نوصل للعيون الكبريتيه اللي كانت تغذي هذا المجرى مع المي، فلقينا اول عين بيها ملامح كبريت، فراسا انه وقفنا ورحنا شيتنا نص المي عم نعبر للطرف الثاني. شوف هسه المي جاري من هنا، بس اكو عين مال المي اللي هي تغذي هذا المجرى، هي عيون مال المي قلنا احنا. فاحد العيون هسه نروح نستكشفها ونشوف منين مصدر هذا المي مالته. اكو هاي عين. اوه لاحظنا بهاي العين اكو ترسبات طينيه بس بيها نسبه من الزيت، لانه هاي البقع اللي تظهر على المي مثل ما شفتوها كانما اكو زيت او نفط مشبوب هنا. هو ماسك مال وجه يفيدكم، احتمال تطلع حنه. الطريق بالنسبه للفريق مستمر لايجاد منابع المياه او اي قرى ممكن تكون محطه استراحه بالطريق. احنا هسه وصلنا نص الطريق، ما نعرف انه احنا راح نوصل للمنبع لو لا، وما نعرف اصلا نظام من الطريق، فهل احنا راح نقدر لو انه نرجع لنقطة البداية. وبطرف اخر من المسار ماكو اي وسيلة للتواصل مع يوسف وبقية الفريق اللي وياه الا محاولات استطلاع بالدرون او البحث بعمق المكان، لكن ماكو اي نتيجة والوقت مو بصالح الجميع. الصدمة كانت انه احنا وصلنا للقرية بس ما لقينا قرية، لقينا الاسيجة القديمة مالتها واثار باقية صار لها ما ادري كم سنة. طبعا هذا المكان اكو الاسيجة مصفط الحجر مالته، فهي هاي كانت قرية سابقة هنا. هاي اشجار السماق ما مزروعة هيك يعني اعتباطا، لان هي كانت يعني هاي القرى معروفة انه اشجار مال السماق، هذيك اشجار مال جوز، هاي الاشجار تستخدم بالبناء. بعد كيلو 37 دقيقة الى ان نوصل لنهاية هذا المي. لا شيء غير الإحباط والتعب والجوع هو اللي مسيطر على فريق الرحلة. حرفياً خلصت كل المعونة، الطبيعة قررت كافئنا بعنقود عنب. واو بعد 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 أخذ أخذ ما يوسف ما لازم أول شيء مسافر ثانياً يعني قصدي ياخذ من عنده. اقصد خلينا نروح نمشي ليش دنا؟ غير بنقطع عنب بناتي. نوقف عنب، نوقف على سماق، نوقف على ماي. شنو اللي خلى مصطفى من فريق التصوير بالبرنامج واللي بكاميرته دا يوثق كل اللحظات اللي دا يعيشها الفريق يختلف مع يوسف بقرار الاستمرار بالمسير رغم ضيق الوقت؟ اوكي هسه اذا كملت شنو المشكله؟ عدم الوصول الى قريه مأهوله بالسكان زاد التوتر، لان التعويل على الوصول الى القريه كان كبير حتى تتأجل العودة إلى اليوم التالي. يوسف أين نحن الآن؟ اسم الله اسم الله. شوف احنا هنا، هذا قلي شيرانه، هذا هاي بداية الزاب، هذا نهر الزاب، هاي المنطقة. اوكي هاي المسار كله مشينا اللي هو بالخريطة مبينه بعد هذا المنبع مالته الازرق، الخط الازرق. اي مسافة قصيرة تفصلنا عن نقطة النهاية، لكن ما عندنا وسيلة للتقدم غير المشي داخل المياه. هنا وصلنا المبتغانة، انه شفنا العيون الكبريتية اللي تغذي مجرى المي، وبنفس الوقت وصلنا للجداول اللي تغذي المياه الطبيعية بهذا المسار. اكتشفنا انه هذا المي الفيروزي منين يجي، الخليط مالته شلون يصير، بداية مسار المي منين يجي، اكو جدولين رئيسية تغذي هذا المسار ويصير مسار واحد.
تقريبا مشينا 5 كيلوات ونص الى 6 كيلوات هايكينج ويا الجبل. المسار كان صعب مو سهل ابدا، صعود ونزول واشواك وبنص الماي. المكان يعني درجة الحرارة هسه تقريبا 21-22، بارد، المي بارد، طبيعة كلش حلوة. التجربة كانت تستحق انه نستكشفها، بس انا شايل هم للرجعة. بعد ما وصلت الرحلة إلى الهدف اللي حدده يوسف وفريقه، صار التحدي هسه أنه يرجع الفريق قبل ما يسيطر الظلام على المكان. طريق الرجعة دائماً يكون أسهل، فاستعانينا بالزورق اللي كنا ماخذيه ويانا ومشينا بممرات مائية، سوينا تجديف كلش لطيف وتجاوزنا بعض المرتفعات اللي عانينا بيها بالراحة، فكان الطريق أسهل وأكثر اختصاراً للوقت. تجذب هيك وادي تجربة خيالية. المي هذا الفيروزي، وانه مطور هيك غامض بنص المي على المزارة. هلا واو. اوه بطل، يعني هاي اشوفها بالافلام، حرفيا اشوفها بالافلام. شغله مهمه انه من تجون تجدفون او تسبحون بهيج اماكن، هذا يكون حذاء خاص مال السباحه، يصير شفاف او يعني هو هيك نوعيه. هذا ما يخليك تنجرى، ما يخليك تذب حجر، بنفس الوقت هو لاستيك ما يبقى بايبي، راسا ينشف. كلش مهم انه ترتدوا انه تريدون تجون تسبحون بهيج اماكن ما تعرفون شنو اكو بالمي، مع العلم انه كلش نظيف يعني مثل ما تشوف. شعور واو واو، المي فيروزي، السمك، كل شيء تشوفه جواك، طارد هيك طايف بوحده. أنا فخور هيك أماكن، كلش فخور. بالنهاية هاي الطبيعة وهذا الجمال ضريبته هو المخاطرة، مخاطرة بالحياة أولا، لأنه هواية مراحل كانت كلش صعبة بالنسبة للفريق. إحنا دا نمشي 12 كيلو راحة ورجعة، 12 كيلو بنفس اليوم، لازم أنت قبل 6 العصر راجع، الطاقة مالتك المعنويات لازم تكون كلها قوية. فلهذا كانت أعتبرها مغامرة حقيقية أنه إحنا سويناها بهذا اليوم. شفنا هاي الطبيعة كليتها، شفنا هذا الجمال، بس ماكو جمال وماكو طبيعة بدون ضريبة، فالضريبة كانت انه طاقتنا، فبس الامر كان يستحق، دائما الامر يستحق. انتهت مغامرة اخرى خاضها فريق الرحلة بكل مفاجآتها وتحدياتها، قدر يوسف انه ينجز المهمة الى اخرها. وبعد هذا المنجز نحن على موعد مع رحلة جديدة الى مكان اخر نتعرف عليه ونكشف خباياه مع يوسف وفريق الرحلة.